ازاي حضرتك شايفة الدولة والدعم اللي بتقدمه للجاليات المصرية في الدول المختلفة على مستوى العالم، والمطلوب كمان اللي حضراتكم بتطمعوا ليه؟ والله أنا عايزة أقول لحضرتك، هو طبعا في حاجات كتير جدا 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 من المبادرات ومن الحاجات الحقيقة، الحاجة اللي هي أسلجت صدري فعلا على المستوى الشخصي الأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية الوطنية للتدريب الحقيقة، وإن الدولة تهتم بالمرأة المصرية في الخارج، أنا إحدى خريجات هذه الأكاديمية الحقيقة. جميل. الحاجات والخبرات اللي أنا اكتسبتها فترة دراستي في الأكاديمية المصرية في برنامج المصريات في الخارج، الحقيقة عايزة أقول لحضرتك أنا مش ممكن كنت اكتسبتها في أي مكان في العالم. حتى هنا نفس الحكاية، صحيح في تدريبات في دبل، لكن إن أنا يعني بلدي تقدم لي منحة وتقدم لي حاجة مجانية عشان خاطر تثقفني عشان خاطر تعلمني، صراحة ديت حاجة أنا ما شفتهاش أبدا هنا. حتى لو في أي فورماسيون أو حتى فيه أي منح بتبقى مدفوعة الأجر، لكن إحنا بلدنا بتقول لأولادها اللي في الخارج أنا مهتمية بيكم، أنا تعالوا اتعلموا عندي، تعالوا تثقفوا حاجات كتير جدا. دي حاجة. تاني حاجة، في حاجات كتير جدا جدا، في يعني حاجات كتير اتعملت من خلال وزارة الهجرة، يعني مجرد زياراتنا والتقاءاتنا في اللي هي المؤتمرات اللي هي مصر بتعملها، وان احنا يكون لنا دور في ابداء الراي، مجرد ابداء الراي مع الحكومه المصريه او مع الدوله المصريه في ان احنا يكون لنا فكره بنقدمها وبتطبق الفكره، الافكار اللي احنا بنقولها بتطبق بالفعل وبتتنفذ ده بالفعل على حقيقي. ارض الواقع. يعني على سبيل المثال فكره تطبيق اللي هو الموقع الخدمي للمصريين في الخارج، يعني ده كان من احدى برضو العفو الذهني للمصريين في الخارج، ومع الوزيره تكفلت بيه مشكوره، وان هو ان شاء الله باذن الله هيدخل حيز التنفيذ. ففي مبادرات كتيرة جدا جدا جدا، وحاجات الحقيقة ما أصبحش بس كلام وسرد على ورق، لا ده إحنا بنشوف الحاجة بتاعتنا واقع. مشروع حياة كريمة للحقيقة للمصريين في الخارج، وأنا كنت الحمد لله رب العالمين من ضمن الناس اللي يعني دخلت في مبادرة الحياة كريمة، وكان ليا الحمد لله الشرف في جزء مساهمة فيه. فطبعا عايزة أقول لحضرتك دي حاجة بتخلي لدينا جميل. رغبة إن إحنا عايزين نقدم أكتر وأكتر لبلدنا. طب حضرتك يعني ربما في الكلام كده اشرتي مسألة التأهيل والأكاديمية الوطنية، وحضرتك اشرتي لازاي كان ليها دور كبير وإضافة لحضرتك، ازاي ده يعني كان إضافة ليكي على مستوى العمل العام في فرنسا عند حضرتك؟ هو مش على المستوى العمل العام بس، بقدر ما فادني على المستوى المهني. عارفه انا مسؤوله في مسؤوله المراسم والاستقبال، ده يعني قسم هام جدا جدا في قصر فرساي. طبعا فعايزه اقول لحضرتك انا من دون ان انا يكون عندي الكفاءه والخبره في ان انا ادي عملي بالدور الصح، مش هيقدر ان انا مش هقدر احقق اي انجاز. فالحقيقه الاكاديميه الوطنيه للتدريب يعني كان اكتر حاجه بتحسنا عليها هي ان الواحد يقدر ازاي يطور من ذاته، ازاي الواحد صحيح يكون عنده ثقة بالنفس عشان خاطر يقدر يدي. فهي الحقيقة كانت تمام. فعلا فكرة وكان صرح لبناء الإنسان.